حول بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به. يحرص أشد الحرص أن لا يسمع شيء من الوحي، لا يسمع لا القرآن ولا الحديث ولا كلام النصحة، احرصوا على ذلك. لكن لو غلبتم وسمع شيئا من الكلام ودخل في من أذني شيء من هذا الكلام، انتقلوا لمرحلة أخرى، احرصوا أن لا يفهمه وأن تشغلوه عن فهمه. نعم. إما بإدخال ضده عليه، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه وإفهامه أن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه. يعني بعض هؤلاء قد يصل إلى أذنه الحق ويسمعه، وربما أيضا يعجبه، يأتيه الشيطان ويقول أينك وهذا ليس لك، هذا لأناس آخرين، أما أنت ما لست مهيئا لهذا، وهذا أمر كبير وعظيم وأنت لا تصلح لهذا، ولست مهيئا، فيبقيه على ضلاله وإعراضه. نعم. وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به ونحو ذلك. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس. بما هو أعلى عند الناس أو أغلى. نعم. بما هو أغلى عند الناس وأعزهم عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر. وأما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار. نعم. يعني الآن لما يأتي للإنسان إلى مجتمع تغلب عليه المعاصي، ثم يوفق أحد هؤلاء إلى الطاعة والعبادة، يتسلط عليه الشيطان ويقول يعني إذا دخلت في هذه أصبحت أنت مهجورا، أصبحت منبوذا، وأصبح ليس لك شأن، ويبغض إليه الدخول في الديانة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة. نعم.